ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفواصل، ووصلنا للفقرة المحببة اللي كتير جدا من مشاهدينا الكرام، وهي كمان محببة لقلبي لأنه أنا شخصيا بنتعلم فيها إزاي نحافظ على صحتنا وعلى رشاقتنا. منوراني النهاردة في الاستوديو في فقرة الصحة والرشاقة ضيفتي العزيزة دكتور أميرة مهيب، خبيرة التغذية العلاجية من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، عشان نتكلم معاها في موضوع شاغل بال ناس كتير جدا خصوصا مع دخول فصل الشتاء. طبعا كتير مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ انا مبسوطه ان انت معايا النهارده. وانا كمان مبسوطه جدا والله، ربنا يخليكي. ويعني بما انه داخلين على يعني فتره بدا البرد يشتد شويه، يمكن لاحظنا كلنا امبارح، فاذا احنا بنلجا لمشروبات دافيه كتير، شربات تقيله كتير، احيانا اكلات دسمه. الشتاء اصلا تقريبا بطبيعته معظم اكلاته فيها دسامه ويعني عارفه ايه، رخيمه كده، تحسيها تقيله وجميله ومغذيه وبتدفي. فعايزين نعرف بقى موضوعنا النهارده اللي شاغل ناس كتير. في ناس يعني شهر الشتاء بالنسبه لها بيبقى حرام، على قد ما هم بيحبوه مثلا، بس ما بيحبوش فيه ان هم بيتخنوا. فعايزين بقى نتكلم عن فكره احنا بندخل ليه في الشتاء، وايه النظام الغلط اللي ممكن نكون بنتبعه بعيدا عن توقيتات وتنظيم مواعيد الاكل. تمام، هقول لحضرتك. انا الشتاء بصراحه بعتبره كنز لاي حد حابب ان هو يخس او ينزل في الكيلوز او في كيلوهات كتير في جسمه. ليه؟ لان احنا طول ما احنا قاعدين احنا جسمنا بيحرق، فعشان جسمنا بيحرق بتحس ان احنا على طول عندنا جوع هستيري. صح. فانا جسمي عشان يقدر يحافظ على درجه حراره 37 في محيط 6 و7 والاجواء الشتويه اللي احنا فيها دلوقتي دي، محتاج كم انرجي غير طبيعي عشان يقدر ان هو يديني الطاقه دي ويقدر يحافظ على درجه حراره جسمي. حلو قوي. طيب هي ايه اعراض الخسسان او ايه الاعراض اللي انا بحس بيها لما بخس؟ هفتانه شويه، مرهقه، ما عنديش طاقه او باور ان انا اقدر اكمل يومي بشكل صح، كريفين جدا او عندي نهم على اكل النشويات والحلويات والسكريات. عشان اعوض بحس بالهبوط، فاكيد اول حاجه بلجأ لها السكريات. كل الحاجات دي بنحس بيها في الشتاء، وكمان بدخل الحمام كتير. فدي اعراض الخساسين، بس احنا بنترجمها ان احنا سقعانين وعايزين نتدفى وعايزين ناكل. بنترجمها غلط. اه بالظبط. بس فانا جسمي بيعمل ايه بقى عشان يقدر يحافظ على درجه الحراره دي؟ بيبدا يحرق من المخزون بتاع الدهون الموجود في جسمه. كويس. بس عمليه الحرق بتبقى صعبه شويه، فبنضطر ساعتها ان احنا المخ يبعت اشارات يقول لك انا محتاج سكريات، انا محتاج نشويات، انا عايز اكل، اديني مصادر للطاقه عشان اقدر اكمل يومي. كويس. لو احنا يعني سمعنا للاشاره الخاطئه دي وتجاوبنا معاها وما فهمناش جسمنا صح، ساعتها عمليه الحرق عندي هتتوقف تماما. على الرغم ان الشتاء ده انا شايفاه انه من اجمل الفصول الواحد يخس فيها، مش العكس. بالظبط، ده فرصه، يعني انا شايفه ان هي فرصه ذهبيه عشان بتبقى درجه حرارتنا مختلفه عن درجه حراره الجو، فده بيساعدنا في الحرق كتير. بالظبط، هو ده اللي بيحصل فعلا، يعني ده الميكانيزم الحقيقي لعمليه الحرق في الشتاء. عشان كده احنا بنقول ان الشتاء ده فرصه حلوه للناس اللي عايزه تخس. كويس. طبعا كمان احنا عندنا روتين يومنا في الشتاء عموما بيبقى منظم اكتر من الصيف، عندنا ميعاد ثابت ودروس ويعني في شويه حاجات بتلزمنا، التزامات بنعملها في توقيتات ومواعيد اكلنا كمان بتبقى ثابته الى حد ما. صح. غير الصيف. على عكس بقى ناس كتير قوي بتبقى مقتنعه او شايفه ان الصيف ده اكتر وقت ممكن نخس فيه، لكن في الحقيقه الكلام ده غلط تماما. احنا في الصيف بنفقد سوائل كتير، بنفقد ميه كتير. طبعا ممكن اخس، بس عمليه الحرق عندي بتبقى اصعب كتير من الشتاء. دي معلومه مهمه. طب نتكلم بقى على جزئيه ايه، لينا اصدقاء يعني بعيدا عن الرياضيين وبعيدا عن الاطفال اللي بتمارس انواع رياضه او بتتمرن تمارين معينه عشان توصل فيها لبطولات واتيفر، يعني احنا بنتكلم بقى هل احنا الناس اللي مش بتمارس رياضه، هل الرياضه بتفرق قوي في الدايت؟ يعني احنا لازم نمارس رياضه علشان نخس؟ لا، انا ممكن اخس عادي من غير ما اعمل رياضه، بس انا الرياضه مهمه بالنسبه لي في ايه؟ هحافظ بيها على الكتله العضليه بتاعتي، وهعلي معدل الحرق عندي، وكمان هظبط شيب جسمي. لكن انا ممكن من غير الرياضه اقدر ان انا اخس بسهوله جدا. مفيش مشكله.
والله. طب احنا بقى لو احنا قادرين نتمشى عادي، نتمشى بس كفايه اي كافي، طبعا مش اي ضروره رياضه، جيم والتزام وكده، انه بيبقى لو صعب انا على ما ناس كتير. عنديش وقت ان انا اروح الجيم احاول ان انا اعمل تمارين بسيطه في البيت. ما اوكي عنديش الوقت او الفراغ ده، انا بشتغل، عندي اولاد بذاكر لهم، ايا كان ممكن احاول ان انا استغل اي مشوار مثلا بعمله في يومي، اتمشى لمده نص ساعه، هتفرق معايا وهتفرق في عمليه الحرق بتاعي. ولو ما عملتش خالص برضو انا ممكن هخس، بس ساعتها انا ممكن ايه ما بقاش يعني عمليه الحرق تبقى اقل شويه، او شيب جسمي مش هيبقى مظبوط بالطريقه اللي انا عايزاها. بس الرياضه طبعا مهمه في كل الاحوال. انا يعني بنصح كل الناس اللي حابين ان هم يمشوا على هيلث لايف ستايل ان هم يحاولوا بقدر الامكان يدخلوا روتين الرياضه في حياتهم. طيب لو بدأنا نقول ان احنا ناس عايزين دعم او داعم خارجي يساعدنا في فترة قليلة علشان نقدر نوصل اللي احنا عاوزينه، دون الدخول بقى في ناس بتدخل لا قدر الله في حالات اكتئاب ونفسية بتبقى صعبة وبتبقى بتوصل للسمنة من الموضوع ده، او ناس بتاخد كورتيزون لان هي بتتعالج ايا كان هي تعبانة من ايه، فبرضه ده بيساعد انها تتخن. لو احنا عايزين ناخد داعم خارجي زي الاناسيليوم، قولنا ممكن يساعدنا في ايه، وايه اللي ممكن يفيدنا فيه بعد ما نوصل بقى لوزننا اللي احنا خلاص وصلنا له، فكلمينا عنه شوية يا دكتور امين. هقول لحضرتك احنا في حاجة كمان في الشتاء بنعملها، احنا ما بنشربش مية خالص، صح، واحنا ساعات جسمنا ما بيبقاش قادر يفرق ما بين هو جعان ولا عطشان، بالذات في فصل الشتاء، لان احنا اصلا ما بيبقاش عندنا يا وصلنا للمرحلة دي يا دكتورة دي أميرة؟ حقيقة على فكرة، لان يا جسمنا ساعات في اوقات كتير قوي ما بيقدرش يترجم احساس الجوع ده، ممكن يجيله احساس جوع، طب وفي حين نعرفه ان ازاي؟ انا ممكن ان انا اشرب بقى كوبايه ميه. يعني في ساعات كده تلاقي نفسك رايحه جايه على التلاجه كتير وانت مش عارفه انتي عاوزة انا ايه؟ عايز اكل، بس انا مش عارفه عايز اكل ايه. اوكي انا رايحه جايه على التلاجه كل شويه، وممكن اكل حاجه وفي نفس الوقت ابقى جعانه تاني وارجع تاني، في حين لو انا كنت شربت كوبايه ميه او كوبايتين ميه واستنيت شويه كان ممكن احس احس الاحساس ده بالشبع. بيروح، بالظبط يعني ادي نفسي فرصه الاول واشرب ميه، لو بالظبط لقيت الاحساس ده راح تمام، بالظبط. هو في انا حاله بقى لا قدر الله ما راحش يبقى هاخد الاناسيليم، هاخد هو الاناسيليم. اصلا الانسولين بيساعدني في ده هو بالذات في فصل بيشرب ميه الشتاء. كتير، بالظبط، ده لان مهم، هو الالياف بتاعته محتاجه الماده اللي فيها محتاجه كميه ميه عشان تقدر تنزل في المعده وتعمل البلك اللي احنا محتاجينه ده، كويس. بلس ان هو كمان بينظم حركه الامعاء وبيساعد الجهاز الهضمي ان هو يبقى احسن، بالذات للناس اللي هي بيبقى بتعاني من الكونستريشن او الامساك. الامساك، بتنظم حركه الامعاء لان هو بيمتص كل الميه الموجوده في المعده عشان يعرف يعمل الافكت بتاعه. اوكي طيب الانسيليوم عباره عن ايه؟ عباره عن قشور السيليوم هوسك، اوكي دي الياف طبيعيه بتنزل في المعده، بتنفش، بتملي لي 3 ارباع المعده تقريبا، بتديني احساس بالشبع لاطول فتره ممكنه تتراوح تقريبا من 6 ل 8 ساعات، كويس. وكمان غني بفيتامين سي وماده البرومالين. المواد دي طبعا فيتامين سي غني عن التعريف، هو اكيد طبعا بيعلي المناعه جدا، واحنا في فصل الشتاء اكيد ومحتاجين، محتاجينه وحتى الاطفال ده. ده محتاجينه يا دكتور. بالظبط، والبرومالين بيعلي الحرق كمان معايا جدا، كويس فباخده على نص كوبايه ميه قبل الوجبات الرئيسيه وبشرب بعديه كوبايتين ميه عشان واستنى. يوصل للهدف، عشان في بالظبط، ناس ما بتشربش ميه كويس، لا لازم نشرب ميه، هو لازم اصلا كمان هيخليني انا عايزه اشرب ميه، هيعطشني. هي دي بقى اوكي الحته اللي انا بسترس عليها كمان في حته الشتاء بالذات، ان احنا لازم نشرب ميه كتير. كويس. طيب الانواع، الكورسز اللي عندي، انا عندي انواع كتير من الكورسات، كورس الانسيليم العادي والكورس الانسيليم المكثف. كورس الانسيليم العادي ده اللي هو الالياف مع السكر سيسل والمورينجا. اوكي كورس الانسيليم المكثف بيبقى متضاف عليه كبسولات الانسيليم اللي هي الماده الفعاله بتاعتها الكافيين والجارسينيا كامبوديا. اوكي تمام. طيب انا لو عندي بيشنت مثلا بيعاني من امراض معينه، عنده أمراض مزمنة، عنده امراض من سكر مزمنه، أو ضغط أو مريض قلب مثلا. بالظبط، عنده مشاكل في الغده، بياخد مثلا التروكسين أوكي بنسبه معينه، أوكي عنده نقص فيتامين دي، عنده اي مشكله في نفس الوقت بتخلي عمليه الحرق عندي مش مظبوطه، مش مظبوطة. طيب هعمل معاه ايه ساعتها؟ مش هقدر ان انا اوعده ان هو لو ما عالجش السبب اللي موجود عنده ان انا اقول له ان هو هيخس، أوكي لا. بتعالجوه، بتساعدوه يعالجوه الأول بناء على بالظبط، لا التحاليل هو اللي طبعا بيعملها. بيعمل تحاليل الاول اوكي لو هو عارف او مش عارف، لو مش عارف بنعمله طبعا ريفيل لدكاتره متخصصين في الحته دي بحيث ان هم يبداوا معاه العلاج، وفي نفس الوقت بنيجي بقى للحته بتاعتنا ان احنا بنمشي معاه على هيلثي لايف ستايل، بنديله دايت، نبدا نقول الاول نقلل الكميات باستخدام كورس الانسيليوم طبعا، كويس ومع الوقت نبدا نغير العادات السيئه بتاعته لعادات صحيه. ويتنظم بقى يومه واكله كده، مفيش حرمان. لا مفيش حرمان. خلينا ناخد طيب يعني
التواصل، طرق التواصل، علشان لو اصدقاء لسه في حد متصل وقال نزلوا لنا طرق التواصل. تمام. فمن فضلك قولي لنا يا دكتور ونستكمل حديثنا مع بعض. عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه سواء أوكي. واتساب او تليفونات أوكي. والصفحات الرسميه بتاعتنا شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك والصفحه الرسميه للدكتور نهال حافظ وكمان على الانستجرام اون تارجت فارما والصفحه الرسميه للدكتور نهال حافظ. هايل جدا، نستكمل. طيب. بقى تمام، عندي بقى حد بيعمل كل ده اوكي، ماشي على الدايت صح، لو عنده اي حاجه بيعالجها كويس تمام، وماشي على كورس الانسولين ووصل لمرحله مش عارف ينزل، يا هتصرف معاه ازاي؟ كويس قوي. طيب اول حاجه بنعملها نعرف، نحاول نعرف السبب اللي موجود عنده هو وصل ليه. هو اصلا ممكن يكون كان عنده هيستوري قبل يعني كده، يعني ثبات وزن مثلا يا دكتور، ثبات وزن بالظبط، مرحله عارف البلاتو ينزل ولا بقى بيزيد، دي يعني ما بيزيدش وما بينزلش بالظبط. هو أوكي. ماشي على كل حاجه تمام وماشي على الدايت وبياخد الانسولين بس مش عارف يخس. حلو. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان احنا وصلنا، جسمنا ذكي على فكره، بيفهم كل حاجه انا بعملها، هو اتعود على الروتين ده، السيستم بتاعي اتغير بالظبط، وبدا يعند معايا، انا خلاص انا مش هنزل في اغير الوزن عن المواعيد كده بالظبط. لا مش هغير المواعيد، بس انا كمان ممكن اديله حاجه تساعد على عمليه الحرق، ان هي تزود الحرق اكتر، يعني زي تقصدي السيلاك. اديله اوكي فهمت تمام. تمام. ده بيبقى مع كورس الانسولين، مع كورس الانسولين كويس. بس ده بستخدمه في المراحل اللي هي ايه، يعني الدهون المتعنتة او ثبات الوزن عند ناس بيقعدوا الفترات الطويله بالظبط. انا بسمي يعني السيلاك ده بالذات من الحاجات فعلا السحريه للناس اللي بتواجه اي مشكله في الدايت عموما. اوكي. ليه بقى؟ هو اولا بيعلي الحرق معايا 5 اضعاف. كويس قوي. ثانيا هو فيه اربع لاي مكونات. شخص يا دكتور حتى لو مريض غده بياخد الدواء بتاع الغده؟ لا مريض الغده ما ينفعش ياخد السلاك للاسف، لان أوكي. انا اصلا مصانع الحرق عندي مش شغاله، عشان كده انا بقول لحضرتك انا لازم ابقى عارفه الهيستوري بتاع البيشنت. لازم فهمت. يعني ممكن ادي لمريض ضغط مثلا، مريض سكر تمام، نسبه الكافيين فيه الى حد ما تمام، بس مش هينفع ان انا ادي لمريض غده، لان انا اصلا الهرمونات بتاعه الغده عندي مش بتتفرز بالصوره الصح. أوكي. سواء كانت قليله او عاليه تمام. فبنبدا ناخد السلاك. وعلى فكره المشكله دي بتواجه ناس كتير، مش شرط كمان يبقى عندهم امراض، يعني مش شرط حد يكون مريض حاجه معينه. أوكي. هو ممكن يكون ما عندوش اي امراض وتمام وبيلعب رياضه وبيعمل كل حاجه بس عنده المشكله دي، عنده المشكله دي السبب، فساعتها هناخد السلاك. أوكي. المكونات بتاعته الاساسيه عندي 4 مكونات، كافيين وال كالرتين وفيتامين سي وماده الكروميوم. كويس. طيب الكافيين طبعا من الحاجات اللي بتعلي معايا الحرق جدا. اولا هي بتكسر الدهون في صورتها المعقده، بتخليها الصوره ابسط شويه بالظبط، وكمان بتشتغل على الدهون السطحيه والدهون الموجوده على الاحشاء جوه، فكمان بيحسن الشكل الجسم معايا. كويس. طيب ال كالرتين بقى، ال كالرتين ده اوريدي حاجه موجوده في جسمنا بنسب معينه. طيب انا بيتكون ازاي؟ بيتكون عن طريق اتحاد امينو اسيدز معينه في جسمي. أوكي. بتكون لي ال كالرتين ده. طيب انا ال كالرتين عندي مش بيتفرز دلوقتي بالصوره المطلوبه عشان اخس، فده محطوط في السلاك، فبيعلي معايا، هو اللي بياخد بقى بالظبط الدهون دي ويبدا يدخلها مراكز الحرق عندي اللي هي ايه، العضلات. كويس. تمام. طيب ال كالرتين عشان يتفرز في جسمي، هو اصلا بيتفرز بجسمي عن طريق اتحاد الامينو اسيدز دي، وكمان معاها فيتامين سي. كويس. فاحنا حطينا فيتامين سي فيه عشان يكمل، عشان نحاول ننتج ال كالرتين طبيعي في جسمنا. حلو قوي. تمام. الكروميوم خلاص بقى حرقنا الدهون وكسرناها وكله تمام، الكروميوم بيمنع عملية تكوين الدهون مرة تانية عن طريق ان هو بيقلل او بيخلي تكسير الجلوكوز يبقى ابطأ. تمام. هايل، يعني دي توليفه رائعه. طيب معنى كلامك كده ان احنا في الشتاء دي فرصه هايله ان احنا ننزل، ان اللي محتاج دعم فممكن يدعم بالاناسيليوم، مش عيب ان احنا ندعم ده. طب بعد ما بنوصل للوزن اللي احنا عايزينه بقى دكتور، ممكن نكمل على الاناسيليوم ولا بنقنن شويه بقى الكميه بتاعته، ممكن نمشي عليه شويه لحد ما يبقى اللايف ستايل بتاعنا اصلا دخل في الاتجاه ده وتعودنا عليه؟ اصلا بعد فتره من الدايت وان انا اوصل الوزن اللي انا عايزاه، انا كاني عملت لنفسي عمليه تكميم معده كده، فانا وزني بيقل وفي نفس الوقت انا معدتي اصلا بتصغر، مش هقدر اكل فعلا كميات زي الاول. مع الوقت هلاقي نفسي الاكل بتاعي قل، فبالتالي انا خلاص مش هقدر ان انا اكل كميات كبيره زي الاول. تمام.
ده هايل جدا. طيب هنبدا بقى دلوقتي ناخد يعني تاني برضو طرق التواصل مع اون تارجت فارما، يعني حضرتك قوليها لنا مره تانية علشان لسه في ناس برضو متصله برضو عايزه تعرف طرق التواصل. سريعا نزلها على الشاشه علشان يصوروا الصفحات. عن طريق طيب الارقام يا دكتور الموجوده على الشاشه، الارقام دي واتساب او واتساب او مكالمات تليفون، وانتوا بتتواصلوا معاهم. احنا موجودين، بصي في كل مالكم، ما لهمش حجه بقى، موجودين في كل الاحوال. حلو فكره الواتساب، وانا عارفه ان انتوا بتتواصلوا كمان اثناء الكورس على الواتساب، صح كده؟ تمام. احنا اوريدي بنتابع الحاله بتاعتهم. الاهم على فكره من الدايت المتابعه. اوكي، المتابعه اهم حاجه. يعني ممكن احكي لحضرتك تجربه شخصيه انا مريت بيها مع دكتور نهال. انا بعد فتره الولاده بتاعتي وصلت الوزن رهيب. انا وصلت تقريبا ل 90 كيلو او 95 كيلو. انت كام قبل يا دكتور اميره؟ انا قبل كده اصلا، انا اصلا باليرينا في اوبرا اسكندريه، كنت 58 كيلو. أوكي. فوصلت الوزن اللي انا فيه دلوقتي ده باعجوبه يعني. أوكي. انا خسيت بطريقه صعبه جدا، بس الحمد لله مع دكتور نهال قبل كمان ما ادخل معاهم الشركه. فانا مع اني اصلا يعني نيوتريشنست، اوكي، بس الموضوع محتاج متابعه، ومحتاج حد يحفز، ومحتاج بالك حد يتابع. انت كمان تبي اليرت لنفسك، يعني انت عندك مؤشر كده بينور. بالظبط. هايل. فعملت لي دايت بلان، مع ان انا عارفه الحاجه على فكره، بس انا محتاجه حد يتابعني، ومحتاجه حد يقول لي اعملي كذا وكلي كذا وخدي كذا وكده. فالمتابعه من الحاجات المهمه جدا، وده اللي بيميز عندنا اون تارجت فارما، ان احنا بنتابع الحالات بتاعتنا. حتى لو هم ما تواصلوش معانا، احنا بنتواصل معاهم، وبنحاول ان احنا نعرف لو عندهم مشاكل او في حاجه بنحاول ان احنا كمان نحلها عشان نوصل لاحسن نتيجه ترضيهم وكمان ترضينا. طيب قولي لنا بقى طرق التواصل عشان احنا عايزينك تقوليها لنا بالصفحات من فضلك. تمام. أوكي. الارقام الموجوده على الشاشه واتساب. أيوة. ومكالمات، وكمان الصفحات الرسميه لاون تارجت فارما على الفيسبوك، والصفحه الرسميه بتاعه دكتور نهال حافظ. أوكي. وعلى الانستجرام برده اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال حافظ. هايل جدا. من خلال اي صفحه من دول نقدر حضراتكم تتواصلوا ان شاء الله مع اون تارجت فارما. والكورس مدعم طبعا ساسل، علشان ساسل نفسي أكيد. اصدقائنا بجد يجربوه، لان انا جربته بصراحه حاجه هايله، وجربته لابني كمان الصغير وانا ماشيه عليه الحقيقه الفتره دي. شكرا. يعني انه الشركات اللي بتبقى حابه انها تنجح بتبقى دايما النجاح سهل، ولكن الاستمرار على النجاح هو الاصعب. بالظبط. فان انت تحافظي على مستوى نجاحك بل تعلي عنه. فانا طبعا سعيده اولا بوجودك معايا دكتور اميره النهارده، واسمحي لي اقول لك كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. واتمنى انها تبقى سنه سعيده على كل مشاهدينا الكرام، بامنيات جديده تتحقق ان شاء الله لحضراتكم. و يعني اسمحوا لي اشكر دكتور اميره مهيب، خبيره التغذيه العلاجيه لدى شركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني يا دكتور. الى اللقاءات الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. واشكر طبعا حضراتكم متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.